ميرسي، انا اللي مبسوطه قوي ان انا معاكم. هيا خيول يمكن اول ما نزلت مصر كان ليها انطلاقه جامده جدا، ولكن هيا في خطواتها دايما يعني كل خطوه بتفكر فيها بحسن، لغايه ما وصلتي لفن بالي. من اول ما نزلتي مصر لغايه فتره فن بالي، احكي لنا ايه اللي حصل. والله انا جاني نصوص كتير وجاني شغل كتير، بس انا دايما مبدئي مش بالكم بالكيف، يعني مش مهم انا بعمل قد ايه، المهم انا بعمل ايه. فلقيت قصة زان، اول حاجة كنت مبسوطة جدا لانه اشتراك اول فيلم سعودي مصري، فده كانت حاجة بسطاني جدا، فكنت حابة اني اشترك فيه. وفي نفس الوقت لقيت النص كويس، المخرج استاذ وائل عبد القادر كويس، يعني هو اللي رشحني للعمل. عرفت ان الاستاذ تركي اليوسف معانا، ومعانا يعني نخبة حلوة من الممثلين، فقلنا اوكي جو هيت. فاشتغلت في العمل وكنت مبسوطة قوي، ويا رب يطلع كويس. أول ما جالك نص الورق أكيد فكرتي مليون مرة، لأن أنا عارفة إن هيا كانت عايزة تبتدي في مصر بداية قوية زيها زي بدايتها في السعودية. أنت في السعودية عملتي في الخليج، عملتي أكتر من عمل، منهم أنت طالق، ومنهم أوامير السحراء، ومنهم طاش مطاش الجزء 17، وكانت كلها بطولة مطلقة. يمكن هيا في مصر لسه ما ظهرتش نفسها بالشكل اللي يجب كما يجب أن يكون، ولكن أنت مقلة في ظهورك في مصر إلى أن تظهر لك حالة قوية. شايفة الفيلم ده إن أنت فعلا هتظهري بشكل قوي؟ ان شاء الله. اول حاجة الدور حلو جدا، تاني حاجة النص كويس، وبعدين انا هدفي اوصل رسالة معينة، هو ده غرضي اساسا من المجال. القصة حقيقية، يعني ما هي مكتوبة من الخيال، لا هذه قصة من جد، حاجة حقيقي بتوصل رسالة معينة. فعشان كده انا كنت مبسوطة ومتحمسة ان اشتغل فيها، ودوري كويس الحمد لله، يعني صح هو دور شوية شرس لكن الدور كويس والحمد لله، ظهر بالشكل يعني اللي يليق بيه ان شاء الله. والفيلم كويس وجدا عاجبني، اهم شيء ان هو بيوصل عندي رسالة، هو هذا المهم. الرسالة الناس اللي بيستسهلوا بيروحوا يسووا اعمال سحر وشعوذة، للاسف اول شيء نسوا ربهم، ضعف ايمان ديني، ويا ريتهم بيوصل اللي هم يبغوه، الا بالعكس زي ما بيقولوا بينقلب السحر على الساحر. فللأسف بنوصل لمرحلة إن ضعف الدين وصلنا الأشياء، بنأذي نفسنا وبنأذي الناس اللي بنحبهم، مع إن إحنا المفروض إن إحنا بنسوي شيء هذا نبغى نجذبهم لينا، نبغاهم، بس إحنا بنخسرهم، بنخسر رب العالمين، واللي أهم من هذا كله إن إحنا بنخسر ديننا. فهي هذه الرسالة المهمة اللي كانت لازم توصل للناس. وفي أشياء أكتر من كده، يعني زان هذا نبذة بسيطة على فكرة من اللي بيصير، في أشياء بتوصل أكتر من كده، فهو هذا كان الغرض. فجدا كنت سعيدة لأن رسالة هادفة بتوصل للناس، عشان كده أنا كنت مبسوطة، وإن شاء الله الفيلم حينجح. إن شاء الله. يمكن أنا عايزة أسألك على فكرة تقديم شخصيات الشر، يمكن هي في الحقيقة شخصية هادية جدا ومرعبة قوي، فإن أنت تقدمي في فيلم أو في عمل شخصية شريرة جت إزاي؟ يمكن عرفنا من كواليس العمل أنت بتقيمي الشر والشر. أنا فكرة الشاطر، الفنان الشاطر اللي دايما يقدم عكس شخصيته، يعني الناس بيشوفوني بضحك ولذيذة وطيوبة، بس انك تقومي بحاجة عكس شخصيتك فهنا الاتقان. لكن ممكن هو يكون فنان كوميدي، هو اوريدي كوميدي يعني على طبيعته كوميدي، فبالنسبة له مش تعبان، لكن عشان هو دراما يجي يقدم كوميدي بتبقى صعبة، فهنا بيبان الفنان الصح. فعشان كده انا صراحة كنت عايزة يعني اتقنه صح واظهر، ويعني حتى الكومنتات اللي جوا اللوكيشن ان الناس كلها صاروا واخدين مني موقف ان فعلا الشخصيه هذه، وللاسف اقول لك يعني فضلت لابسه توب الشخصيه طول فتره اللوكيشن، يعني حتى الين ما ابدا اطلع منها كان شيء صعب بالنسبه لي، بس المخرج عايز كده. يعني بتفصلي ازاي ما بين الشخصيه اللي بتقدميها وما بين الحقيقه؟ يعني شخصيتك اتكلم منتهى الصراحه بيكون الموضوع صعب، بالذات فتره تصوير الفيلم، خلاص انا اتقمشت الشخصيه بتلاقيني ماشيه في المود، وهذا شيء بيأثر علي انا شخصيا، لكن بحاول افصلها بطريقه ما، يعني بحاول اغير جو يومين بس بعد ما اخلص الفيلم حقنا ان شاء الله على خير، احاول اطلع من المود باي طريقه، بس هو صعب مش سهل. حبيبة قلبي مدام عفافي، أنا سعيدة جدا على فكرة أنا تعاملت معها، أولا شخصية رائعة بتعطيكي وتحس فيكي، فهذا أحلى شيء في الموضوع.
وصراحة يعني كمان يعني رفعت معنوياتي أكثر، يعني جلست تقول لي لا أنت لازم تشتغلي هنا وأنت ما أدري إيه، وإحساسي قوي. ولا والأحلى إني تقول لي والله أنا بمثل معك وأنا مصدقاكي وحاسة فيك إن أنت من جد يعني متحاملة. فقلت لها لا، هو الإحساس بس عشان يوصل لهم إحساس ويعطوني نفس الإحساس. فإن فنانة حلوة زي هذه، إن هي يعني إيش أقول لك، أعطتني دفع للأمام أكثر وحمستني أشوف في مصر أكثر. يمكن انا عارفه ان الفنانه بورسعيد قالت لك كومنت في الطب، يعني ان انت هتكوني من نجوم الطب الاول في إن الفتره شاء الله الجايه. إن شاء الله اول ما قالت لك ده حسيتي بايه؟ انبسطت ان زي فنانة عفاف شعيب وليها تاريخ وست ليها كل احترام وتقدير تقول لي. أنا طبعا بهتم على فكرة، حتى النقد أنا بستفيد منه، يعني مو مهم إنك تمدحيني وبس، بالعكس ممكن نقدك ينورني ويعلمني، فهذا مو عيب بالعكس. فإن يجي منها، قلت لها على فكرة ما بزعل، يعطيني أي نقد عادي جدا أنا بتقبله وأحاول أتغير إن أبغى أكون أحسن وأحسن. قالت لي والله لو ما أنا شايفة فيك إنك حكوني نجمة وكوني شيء كويس أنا ما كنت قلت لك كده. فأنا شاكرة ليها وسعيدة إني تعاملت معها، ومع ياسمين جيلاني برضو شخصية محترمة وكويسة وفنانة. فأنا سعيدة مع كل اللي اشتغلت معاهم، وكاست العمل كله كان يعني صراحة كان حلو وهادي، وتوجيهات كانت كويسة، يعني ظروف العمل كلها كانت كويسة ومهيئة بالطريقة المرتبة. اقول لك على شيء، انا صرت حاسه ان الزن طلع علينا في الفيلم. يعني في اشياء احنا كنا بنحس فيها جوا الفيلم، يعني الحمد لله ان احنا ايماننا قوي، ولا في اشياء وكان في ناس فعلا جدا خايفين من اللي بيصير، صاروا يقولوا روح زان. حتى الممثله ياسمين صارت لها اصابه بتتريق يعني على زان، فصارت لها اصابه فصار كله خايف يعني، وانا حسيت بشويه اشياء. يمكن كل حد فيكم حصلت له حاجه، انت حاله تسمم الفنانه حافظ شعيب، حاله تسمم ياسمين جيلاني رجليها اتكسرت، شيماء الحاج عملت حادثه، ممثله تانيه معاكي اتسرقت شنطتها، يمكن كل كاست العمل كل حد فيكم كان غير اجواء الرعب اللي احنا كنا حاسينها بالظبط. في اللوكيشن. شايفه ده ليه؟ والله ما ادري، يعني انا ما ابغى افتي واتكلم في اشياء انا لا افقهها، فالله اعلم يعني. بس ما ادري، بس احنا ما حضرنا روح يعني شريره ولا شيء، احنا بنتكلم على شخصيه واقعيه من جد، فالله اعلم. فانا ما احب اتكلم في امور انا لا افقه فيها، لكن يمكن في بسمع بيقولوا كل مكان ليه خدامه، فيمكن احنا عشان بنتكلم في اشياء تخص، الله اعلم يعني. انا ما احب افتي، لكن الحمد لله ان هي وصلت لغايه كده. ايوه فعلا. لا اسمحي لي، ما هقدر ابوح عنه مع احترامي ليكي، يعني انت عارفه هذه شويه خصوصيات مع اني انا اعرفها، بس هي فعلا فعلا من جد قصه حقيقيه من جد. وعلى فكره بتوصل اشياء لاكثر من كده، في ناس بيستسهلوا فكره ان هو يروح يسوي سحر ان هو شيء عادي، مع انه نسي ان رب العالمين هو يقدر يغير قدر البني ادم، الدعاء يقدر يغير قدرنا، الدعاء الوحيد اللي الناس اساسا ما بتتجه له، بتتجه للشيء الغلط. والشيء الغلط اي شيء مو مظبوط لازم يولد اشياء مو مظبوطه، في اشياء بتوصل لاكثر من كده بتاذي حتى نفسه هو، لانك انت تستعين بجن، تستعين باشياء مو كويسه، فطبيعي لازم يوصل لكده واكثر من كده. اذن هو اسم من اسماء الجن، وهو فعلا ظهر في يعني الشخصيه هذه اللي ظهرت في مكان معين يعني من اماكن المملكه، فعشان كده سموا اسم زان على اسم شخصيه الجن اللي ظهرت هذه من جد. بصراحة ايه، انا عن نفسي كنت قبل ما اروح بصلي ركعتين واجلس اتحصن واقول يا رب يا رب استر علينا. بس انا كان عندي يعني قوة ايمان ان شاء الله ان الله هو اللي حافظنا، لكن فعلا كان في اشياء بتصير كتير غير طبيعية، لكن كنت يعني دايما حتى جوه اللوكيشن الناس يكونوا خايفين، يقولوا استجوا برب العالمين، ما دام احنا ما بنضر احد ما بنأذي احد، فان شاء الله ما احنا خايفين، احنا بنوصل رسالة معلومة وان شاء الله يا رب يستفيدوا منها. هو الغرض من الفيلم ايش؟ ان انت بتوصل رسالة للناس. في ناس للأسف بتاخد المعلومة العكس، وفي ناس يعني في أمور كتير في حياتي أنا ما عرفتها إلا عن طريق الأفلام، صح؟
المخدرات انا عمري ما شفتها ولا اعرفها، لكن عرفتها مخاطرها عن طريق الفيلم، لان هو وصل لي رساله معينه. فهو كذلك الفيلم بيمثل الشيء هذا، رساله معينه بتوصل لهم عشان خاطر يشوفوا اخر الغلط بيوصل لايش. شخصيه حصه طالع اخت حمد، شخصيه متسلطه ومكره وبتهاجم، اكثر شيء بتهاجم زوجة حمد اللي هي الفنانة ياسمين الجيلاني، تركي اليوسف. فكنت متحامل عليها جدا، والغرض من كل هذا انا خايفة على اخوي وخايفة على الاموال والثروة بس، يعني فكنت شوية شرسة. طبعا بدأت أقرأ الفيلم، بدأت أحس بأجواء وإيش المطلوب منه بالضبط، الشخصيات الحولية طبعا بدأت، وكان أكثر شيء تعاملي مع الفنان عفاف شعيب ومع ياسمين جيلاني، فكان لازم طبعا أبدأ أتحضر لها نفسيا. ومن جهة طبعا أنا مصورة في مصر، ما كنت مسوي حسابي على فكرة أن أنا حصور هنا، فبدأت أجهز الملابس وأهم شيء نفسيا، هذا أهم شيء، وأدرس الشخصية كويس وأبدأ أتقمصها وأعيشها. ان شاء الله بقي لي يوم تصوير، ان شاء الله يا رب يحصل على خير، يخلص على خير وخلاص. واعتقد ان احنا ان شاء الله خلاص كده في النهايات، يعني في التفنيشات، على كلامهم ان شاء الله على عيد الضحيه ان شاء الله. انا بحب المفاجآت، يعني احب اختفي واظهر كده مره واحده في اشياء كتير، فعلا جتني للاسف جايني اشياء نفس كاركتر شخصيه متسلطه، فانا لا ابغى انوع، انا احب التنويع. والمعلوميه في فيلم ثاني سعودي كان معروض علي نفس الشخصيه، قلت لهم لا انا ابغى انوع، يعني ابغى اطلع من كاركتر الشخصيه المتسلطه، ان سويتها في هوامير والحين في زان، فابغى اسوي شيء جديد. وانا من النوع اللي ادقق جدا، مو مهم عندي اعمل يعني كم عمل، قد انا ايش بسوي، انا ايش بوصل، شيء يستفيد منه الناس، هذا هو أهم شيء. خليها مفاجأة، يمكن أسوي اثنين مع بعض، يمكن أسوي شيء مفاجئ، المهم إن شاء الله حتشوفوني في كاركتر جديد وكاركتر مختلف وحلو، إن شاء الله يعجب. لا طبعا انا اساسا جيت مصر عشان انا جاي هشتغل في مصر، ابدا اضبط نفسي واخذت وضعي، وبالفعل جتني نصوص كتير بس للاسف ما كنت شايفه نفسي فيها، واغلبيتها ادوار الاغراء، وانا يعني بعد كل البعد عن الادوار هذه، لان زي ما قلت انا هدفي ان انا اوصل رساله، ومبدئي مو بالكم بالكيف، مو اسوي قد ايش قد ما اسوي انا ايش بسوي، فهذا اهم شيء. أقول لهم إن شاء الله يا رب في الميزان يعجبكم، وأتمنى أن أنتم تحبوني ما تكرهوني، على فكرة ده تمثيل يعني، وأن هم يستفيدوا منه، الهدف من الفيلم كله أن هم يستفيدوا من الفيلم وإيش يبغى يوصل بس. شكرا.